وقود الطائرات الاف 16 العراقيه وتصليحها وادامتها وتشغيلها وتسليحها وصواريخها هي هبه ومجانا من الجيش العراقي وليسها من الجيش الامريكي وليس هذا فحسب كل الطائرات التي تعمل باف 16 تعمل على الليزر لن تطلع لتنفيذ اي واجب الا ترافقها طائره هبة هبه, هبة من الجيش الامريكي التي تضرب الليزر على هذه ومن ثم تعالجها الطائره الهبه هذه ما المصلحه للامريكان فيها انه ده تقول تعطون طائرات اف 16 واشياء اخرى ما الفائده للجيش الامريكي من اعطائها للعراق وتسليحها بهذه القوه بدون, بدون مقابل هي مقابل لان هي مسانده للجيش العراقي ليس هذا فحسب حتى في الاستخبارات الالكترونيه التي نؤمنها بالاقمار الصناعيه، بالطائرات المسيره الامريكيه، مناطيد المراقبه الكبيره وايضا بكاميرات الحراره الكبيره، ايضا تؤمن جهد استخباري كبير انه ولهذا انا كثير من المسؤولين اقول لهم يا جماعه اعتبروهم كلاب حراسه. كلاب حراسة يحمونكم ويساعدونكم بنفس الوقت هناك اتجاهين يجب أن يوازوا هذا الإجراء الاتجاه الأول أن نبني قوة جوية قادرة على الدفاع عن العراق وحماية أجواءنا وليس لدينا سوى الأرسل 16